السلام عليكم إخوان متابعي قناة هواة وعشاق الطيور على اليوتيوب وأيضا على الفيسبوك. اليوم إن شاء الله فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نديرو فيه فقط واحد الخلطة ديال الباطي اللي كنستعملها في تجهيز الطيور. هي خلطة عادية يعني أي واحد يقدر يستعملها، بغيت نشاركها معكم. إذا هنا كما كتشوفوا الإخوان باش ما نطولش عليكم، هذه الخلطة هذه إن شاء الله يكون فيها البيض مسلوق. هذا البيض راني حكيته باش خرجته بهذا الشكل هذا. هنا كما كتشوفوا هذه خضرة راها سبيرولينا، كما كتشوفوا سبيرولينا هذه كنشري هذه بشرية ديال الإنسان. كناخذها بيو، كنقدمها للطوارات ديالي. ما كاينش فرق بالنسبة للناس اللي تيسولوا ما بين سبيرولينا، ما تيلقاو شي حاجة خاصة بالطيور تقول لك لقينا غير ديال الإنسان، حتى هي راها كتستعمل، راها فحال فحال، ما كاينش فرق بيناتهم. إذا راها خدامة 100%. هنا عندنا الباطي ديال الفخوي، الباطي ديال الفواكه كما كتشوفوا ديال فيرسلاكا، باطي ديال الفواكه. تقدروا تستعملوا اي باطي اخرى بغيتوا، ماشي ضروري تستعملوا هذه الماركه. هنايا عندي باطي عاديه كما غادي نوريكم، هنا باطي ديال البيض الصفراء، باطي عاديه حتى هي غادي نزيدها. هادشي راني دايرو كما كتشوفوا دايره في البواطه ديال نوتخيبير الافانتيا، باش ما تبقاش في الصاك ديالها وتخسر كنديرها في هاد البواطه باش كنحافظ عليها. عفوا الاخوان، هنايا كما كتشوفوا هنا عندنا جنين القمح دايرو في البواطه ديال البيبيغ ديال خامه البيره. هذا جنين القمح اولا جيرم دوبلي، هذا الشكل ديالو بحال هكا. هذا راه غني بفيتامينات، فيه فيتامين او، فيه مجموعه ديال الفيتامينات وديال المعادن، راه هو مفيد مزيان في الفتره ديال الانتاج. الناس في اوروبا خصوصا في فرنسا تيستعملوه هو والبيض فقط باش يوجدوا الطويرات ديالهم في الفتره ديال التجهيز وديال الانتاج. هذه الخلطه هذه كنعطيها حاليا للطويرات ديالي. كنعطي الخلطه 3 مرات في الاسبوع. هذه الخلطه هذه كنعطيها مره واحده في الاسبوع مخلطه بحال هكا، مره كنعطي هذه مخلطه، مره كنعطي الباطي ديال البيض فحال هكا بوحدها، مره كنعطي الباطي ديال الفواكه، يعني كنوع لهم في 3 اسبوع. مره عاوتاني كنعطي الباطي ديال الخضار. دابا نحاول ان شاء الله في المستقبل ندير لكم باطي اخرى مع الخضره محكوكه والكسكسو. اذا هنا اخوان كما كتشوفوا غادي ناخذوا بعدا البيض، غنزيدوا عليه هذا الباطي هذه العاديه، الباطي ديال البيض. دائما الاخوان مجبور تصايبوا الخلطات خصوصا ملي يكون فيها البيض، صايبوا على حسب القدر ديال الطويرات اللي عندكم، ما تكثروش داكشي يبقى يضيع عليكم ويخسر. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا البيض الاخوان راني كنحكو في هادي، غنوريكم البيض انا كنحكو هنا، تيخرج بحال هكا، يعني تيخرج مزيان الصراحه، طويرات ما تيخلو فيه حتى شي حاجه وتياكلوه دغيا خصوصا الفراخ الصغيره. اذا حطينا شويه ديال الباطي هادي، نزيدو على شويه ديال، نعاودو نزيدو، لا عفوا غندير هادي نسيتها، جيرم دوبلي ضروري، وغادي نخلط كلشي بحال هكا. هانتوما شوف كيف كتولي. هادو الاخوان راه الباطي، هادي راه الباطي ديال الفواكه، باطي دو فخوي، ماشي داك الخبز كارم ولا تفرتيت ديال الخبز ودايرين فيه لي كولورون، لا هادي راه الباطي ديال الفرو. دابا الاخوان غنزيدو سبيرولينا، ما تكثروش منها، راه كاينين شي بعض المرات كتكثر منها كتولي كامله خضراء، الطويرات ما تيبغيوش يقيسوها، ما تياكلوش منها نهائيا، حاولوا ديروا غير شويه، هي دغيا كتشد اللون في كلشي. هذا الشيء انا خديت شويه هذه هنا، دغيا الباطي كتبدا تكحال. ديروا السبيرولينا راها مزيانه،
ولكن خاص ضروري الباتي تبقى شاده اللون ديالها باش الطويرات ياكلوا، خصوصا الطويرات اللي مو مولفين شي ياكلوا سبيرولينا والباتي بحال هكا تيخليوهم تيبغيوش يقيسوها. صافي خلطوها مزيان هادشي صافي بلا ما نزيدو. اذا الاخوان كما كتشوفوا هاد الطاسه هادي ديال الدجاج راها عامره تبارك الله. هادشي غادي نفرقوا على الطويرات اللي عندي. الماكله ديال هاد النهار هذا ديال يوم الاحد هاد الصباح هذا غادي نصيب هاد الباتي هادي ونعطيها اليوم ان شاء الله ما تجيش كمل نص نهار يكونوا كلاو من هذاك البركه اللي كلاو، وغادي نحيدها ما غاديش نخليها لهم نهار كامل لان البيض ما خصوش يبقى بزاف. اذا كما كتشوفوا هاد الباتي هادي درنا فيها البيض مسلوق، درنا فيها الباتي عاديه صفراء، درنا فيها الباتي ديال الفواكه ديال الفروي، درنا فيها الجيرم دوبلي او الجنين القمح راه هو غني بالفيتامينات حتى هو، كنستعملو خصوصا قلنا في فرنسا كنستعملوه بزاف في التجهيز ديال الخلطات في فتره الانتاج، ودرنا السبيرولينا غادي ان شاء الله غادي نعطيوها للطويرات ديالنا ياكلوهم ياكلوها باش نوجدوهم ان شاء الله الانتاج في شهر 3. اذا الاخوان هذا اخر الفيديو، ما تنساوش تمشيو تشوفوا قناه هواة عشاق الطيور، غتلقاو فيها بمجموعه ديال الباطيات، غتلقاو فيها مجموعه ديال المعلومات. شي واحد عنده شي سؤال يخليه في التعليق ان شاء الله وغادي نجاوبو. يمكن لكم تدخلوا تشاركوا معنا في صفحه هواة عشاق الطيور هي اللي غنحط فيها الفيديو، ايضا المجموعه ديال هواة عشاق الطيور على الفيسبوك. الناس اللي بغاو يحصلوا على معلومات كبيره او عفوا بغاو يحصلوا على المعلومات راه عندنا مجموعه في الواتساب، مجموعه هواة عشاق الطيور اللي كنشاركوا فيها كنديروا فيها مواضيع تبارك الله الناس في المستوى. ايضا راه كاينه مجموعه هواة عشاق الطيور على تيليجرام وعلى الانستغرام، اذا راه غتلقاونا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اذا هذا اخر الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.